الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نحن مقبلون على شهر رمضان، ولا بد من تهيئة النفوس لهذا الأمر، بل لمعرفتها المراد منها في هذا الشهر. فشهر رمضان عبادة، بل ركن من أركان الدين، عليه بني الدين، ومن لم يعرف أنه ركن كيف ينتفع به؟ ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: بني الإسلام على خمس، لم يقل بني من خمس، فجعل هذه الخمس الأصول والقواعد التي يأتي عليها البناء، إقامتها إقامة للبناء، وذهابها دمار البناء. رمضان واحد من هذه الأصول. لماذا؟ وكهو شهر وأمر عارض ليس على الدوام، بل أيام معدودات، لأن الله أوجد فيه ما لم يوجد في غيره، وأعطى فيه ما لم يعط لغيره في غيره. وفي هذا يقول الله تعالى في حديث القدسي، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثابت: كل عمل ابن آدم له، فيما يروح عن ربي أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم، قال: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي. حار كثير من الناس في فهم الحديث، ما معنى كل عمل من آدم له؟ هل الصلاة لنا؟ هل الزكاة لنا؟ هل الحج لنا؟ هذه شعائر، لولا أن الله شرعها ما دعت النفوس إليها وحدها، فما معنى له؟ ولماذا استثنى الصيام؟ هذا معنى دقيق جدا. كل عمل ابن آدم له، أي له أن يعمل فيه بإمكانياته وطاقاته وحده،
أعطانا الله من الطاقات ومن الإمكانيات ما يكفينا لفعل كل الصالحات. موجودة، سمع موجود، بصر موجود، قوة قلبية موجودة، همة موجودة، عزيمة موجودة، إرادة موجودة. فوكل الله لنا العمل اعتمادا على طاقاتنا في كل أعمالنا. لذا بعض أهل العلم قالوا يقدر محذوف وإن كان ظاهر السياق يدل عليه. كل عمل من آدم له أن يوكل له أو له أن يعمل فيه بإمكانياته فيقدر هذا المعنى. إلا الصوم هذا موضع الاستثناء، فكثير من الناس تاه يقول لك لأن الصيام بين العبد وربه، والصلاة بين عبد وربه، والزكاة بين عبد وربه. نسبة هذا الأمر ضاع معنى الحديث. كل عمل ابن آدم له أن يعمل فيه بإمكانياته إلا الصوم لم يكن الله فيه لأنفسنا، بل تدخل معنا بحوله وقوته وأوجد ألوانا وأشكالا من الإعانة لا مثيل لها في أي عبادة. لذا كان هذا وضع السنة. هذا التدخل الرباني، هذا الفضل الرباني علينا ما فعله تعالى معنا إلا لاستخلاصنا بهذا الشهر، إلا لاصطفائنا بهذا الشهر، وكأنها فرصة سانحة ربانية، منحة ربانية ليرتقي من خلال عباد. وهنا نجد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتدخلات الحق في هذه المنحة، فيقول صلى الله عليه وسلم في نص الحديث: إذا أقبل رمضان ولفت، قال إذا أقبل. الإقبال يا إخواني يكون لما نحب فقط، لم يقل إذا جاء، لأن المجيء قد يكون بمن نحب بمن نكره. ذكر الله المجيء لمن نحب قال إذا جاء نصر الله الفتح، وذكر المجيء لمن نكره قال وجاءت سكرة الموت وكل نكره الموت. لكن هنا قال إذا أقبل ليبين أن إقبال رمضان إقبال خيري محض. إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة، أليست مفتوحة الدار؟ هنا لفتة كبيرة، فتحت أبواب الجنة ليبين أنه لا طريق أقصر للجنة من رمضان، وكأن رمضان وحده من اغتنم استحق بالجنة، استحق بالجنة. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك باب مخصوص لرمضان، فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق بعدهم فلم يدخل منه أحدا غيرهم. وكأن الله خص رمضان بألوان وأشكال من النعيم في الجنان لا ينالها إلا أهل رمضان. هذه معاني خطيرة جدا. إذا أقبل رمضان أول منحة فتحت أبواب الجنة، وكأنه لا عائق يحل بيننا وبين الجنة إلا الخروج من رمضان فقط. المنحة الثانية قال وغلقت أبواب النار، وكأن الله عز وجل أراد لنا برمضان ألا ندخل النار، غلقت أبوابها. المنتفع بما في رمضان من خير لن يدخل النار، بل النبي بين وأشار لهذا المعنى في حديث أخرى حين قال إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، في كل ليلة حتى إذا كانت آخر ليلة من رمضان أعتق الله فيها مثل ما أعتق طيلة رمضان. هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا. كيف يعتق لهذه الأعداد وأنت وحدك تكون محروم بعصيانك أو غفلتك أو أعراضك؟ كارثة. لابد أن ندرك هذا المعنى. معنى أعتقه رمضان أعطاله سك رباني ألا أدخل النار. هذه المنح لا تجدها في عبادة أخرى. ندرك هذا المعنى. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار
وكأن رمضان الأمان الأكبر من النار. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان لم يغفر له. وفي رواية: خاب وخسر من أدرك رمضان لم يغفر له. ويقول عن ليلة القدر: لا يحرمها إلا محروم. خيرات ساقها الله لنا في رمضان لا مثيل لها، لا مثيل لها. ثم تأتي الثالثة: إذا أقبل رمضان فتحت أبو الجنة وغلقت أبو الجنة وسلسلة الشياطين. وهذه ليست من حادية، ده تغيير كوني. كم عدد الشياطين يا إخوان؟ مليارات. إذا كان البشرية مليارات، الشياطين أضعافهم. فكل إنسان منا له قريب الشياطين. ومن هذا نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان. بقرنا الملاك يدعون الخير وحضوا عليه، والشيطان يدعون الشر وحضوا عليه. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ يقول: لكل إنسان. قال: حتى أنا، ولكن الله أعانى على الشيطان فأسلم، فأصبح يدعون الخير وحضون عليه. شياطين أسلمت؟ ما أسلمت. العم كله تعمل، كم أضلت؟ ده قرين موحد، واحد معك. لا، ده الإنسان ممكن يكون معه عشرات القرناء، عشرات، ومش شيطان عادي. ده عسكريين محترفين، جيوش وكتائب وسرايا وشغالة، وعندهم كل أنواع الأسلحة. الإعلام موجود، والخداع موجود، والمكر موجود، والفرسان موجودين، والمشاه موجودين. كل هذا نص عليه في القرآن والسنة، جيوش. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الشيطان عرشا على الماء ليشبه نفسه بعرش الرحمن، وكان عرشه على الماء ليبلوكم ما تبصرون، فاتخذ عرش على الماء، وأرسل كل يوم أو بعث كل يوم بسرايا. سرايا جمع سرية، جيوش جرار. فاجتالت الناس، خطفت الناس من طريق الخير إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كم أضلوا؟ كم أضلوا؟ هذا جزء. النبي بيّن أننا نتحرك، ومع حركتنا مع كل واحد منا كتيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المرء بيته ليلا فقال بسم الله، قال الشيطان لأعوانه. من أعوانه؟ الكتيبة اللي تمشي معك، كتيب. قال الشيطان لأعوانه: ويلكم، لا مبيت لكم الليل. فإن لم يسم الله عند الدخول أو يسلم، قال الشيطان لأعوانه: هلموا هلموا، فقد أدركتم البيت. تنام وعندك في بيتك كتيبة معك، حتى على فراشك تتقلب عن يمينك واحد ومن شمالك واحد، ها، وانت ورزقك. واحد يعطيك بوكس، واحد يعطيك كوع، واحد يعطيك ركبه شلوط. وتقوم بعد نوم ساعات في منتهى العياء. لماذا لا تعي وانت ما نمت نومه هانئه؟ ما نمت نومه هانئه. تخيل الكلام ده كل يوم. فان قال عند عشائه بسم الله، قال الشيطان عوانه: ويلكم لا عشاء لكم ليه. فإن لم يسم الله قال: هلموا هلموا، فقد أدركت العشاء. تأكل لقمة كل سبعة، هذه غنائم غنموها منا. كم غنموا منا؟ ولذا نص القرآن يقول تعالى مخاطب الشيطان: واستفزز من استطعت من صوتك. استفزز، افعل فيهم ما يثيرهم، ما يحركهم، ليرضوك ليرضوك. استفزز استفزز، هذه دعوة لاستخدام أخطر سلاح عند الشيطان، وبها بدأ القرآن. سلاح الإعلام، سلاح التزيين، تزيين حقائق، سلاح الخداع، حتى يخدع من الخلق، وخدع. ولذا يقول تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ورجال عنده إعلاميين، مش إعلاميين مثل إعلامينا، على مستوى عالي جدا، تكشو وفن ورقص كله موجود وغناء. استفزز، غني وخليهم غنوا، ارقص وقصوا معك، ها،
قل لهم ما يثيرهم ما يحركهم، إعلام كما نصت الآية الأخرى. وكذلك جعلنا لكل نبي مع الأنبياء هذا، أيوة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، إعلام أخطر سلاح، واستفزز من استطعت من صوتك وأجلب عليهم، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، خيلك سلاح الفرسان ورجلك سلاح المشاة، وشاركهم في الأموال والأولاد، في الأموال غنائم، في الأولاد سبايا، وعدهم خداع إلى آخر درجة، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. حرب، وسمها ربنا حرب، فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السير. هدف الرئيس هيدخل نار وحده، عايز من يؤانسه، عايز من يعيش معه في جهنم، فيسعى الليل والنهار سعي دؤوب لأخذ أكبر قدر من البشر إليه. كم أضل، كم نسبة الإضلال في البشرية؟ نسبة مفجعة عالية جد، والحديث بها صرح. قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار مصيب جهنم، يقول كم يا ربي؟ فيقول تعالى من كل 1999، نسمة مفجعة. يعني من أضلتهم الشياطين من البشرية من كل 1999 بالنسبة المئوية 99.9%. يعني باختصار شديد لو ترشح إبليس الآن على مستوى الكرة الأرضية كم يأخذ من أصوات؟ 99.9%. ولذلك كل الأبالسة من إنس يعشقوا نسبة سيدهم إبليس. نسأل الله العفو والعافية، بلاء مبين. هذه النسبة كيف الخلاص منها؟ هذه الأعداد الضخمة التي تعمل علينا كتائب سرايا، ده خلاف غفلاتنا تجلب علينا مع السرايا سرايا. يقول الله تعالى في نص القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن، والعشاء غير العمى، العمى قال لا يرى، العشاء يرى أشياء من حق ولا يرى أشياء. مجرد العشاء وعدم دراسة الوحي وعدم تطبيق الوحي، العشاء ما نتيجته؟ قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ومش شيطان عادي، لا، ده لواء فريق ومعه كتيبة برضه، مش جاي لوحده. نقيض له شيطانا فهو له قرين، قرين آخر الأول، أيوة، قرناء ليس بقرين واحد. نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنه أبدا، قال وإنه، فجاء بهم الجمع هنا حتى يبين أنه ما جاء وحده بل جاءت معه كتيبة. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا ندرك كم الشياطين التي تضل في الخلق في الأرض مليارات، كيف الخلاص من هؤلاء وإحنا العام كله نعاني منهم؟ من أول يوم في رمضان رب العباد يحدث تغيير كوني يسلسل كل هؤلاء، من له طاقة على سلسلة الشياطين غير رب العالمين؟ هذا يا إخوان تغيير كوني منحة لا مثيل له ولا تتكرر، لا في الصلاة ولا في زكاة ولا في حج ولا في غيره، وهذا موضع التخصيص. فكل عمل ابن آدم له وكل له أن يعمل فيه وحده بطاقات إمكانياته. عندك نفس داخلك تأمر بالخير والشر، من خارجك نوازع الخير والشر، لكل واحد فينا ملاك مع الشيطان، الشيطان يوسوس لك بالشر والملاك يدعوك الخير، إمكانيات كافية في العمل، ومع ذلك غلبتنا الشياطين. فأبى الله عز وجل إلا أن يوجد لنا عبادة صافية خالصة بلا وسوسة، فسلسل الشياطين من أول في رمضان. ولذلك نجد الأثر، كم عدد المصلين في صلاة الفجر يوم 29 شعبان؟ كم عددهم فجر واحد رمضان؟ الفارق بين هذا وهذا هو الفارق بين عمل الشيطان وسلسلته.
بل حتى النوعية. كم من المصلين في أول يوم في رمضان خاشع، وكم في آخر يوم شعبان في خاشع؟ كل آية ممنعه وسحبته حال. في رمضان تجد همة، عزيمة، إرادة، شطر سلسلت، فتجد أثر في أعداد المصلين، تجد أثر في نوعية الصلاة. كم ختمة في رمضان نختم القرآن؟ كم ختمة بعد رمضان طلت العام؟ كم عدد المزكين في رمضان؟ كم كمية الأموال تأخذ الزكوات في رمضان وكم في غير رمضان؟ وقس على هذا. هذا أثر غياب الشيطان، غياب الشياطين مسلسلتها نجده. الله، هذا فرصة لا تتكرر، فكيف نضيعها؟ لذا يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم. وهذا موضع الاستثناء، تدخل معنى الكريم سبحانه وتعالى بكرمه، بمنه، بحوله، بقوته، حتى أحدث هذا التغيير كله. ولذلك في نهاية الحديث النبي يبين هذا المعنى، يقول وينادي تعالى يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير هذا وقته، هذا أوانه، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. حتى لو أنت فاسد توبتك في رمضان تكفيك. بل أنا أعجب لما أنزل الله آية الصيام بيّن ثمرة الصيام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم إيه؟ تتقون. لعل حرف تمني، والتمني في حق الله مستحيل. قال أهل اللغة إذا استحال حرف التمني في حق المتكلم حمل على المخاطب، أي لأجل أن تتقوا. التقوى ثمرة بيد الله وحده يلقيها في قلب من شاء من عباده، وبين تعالى أنه لا يلقيها إلا في قلب مستحق لها، مؤهل لها. فقال تعالى عن الصحابة متى ألقى الله في صدورهم هذه الكلمة؟ يوم الحديبية حين بايعوا بيعة الرضوان. بعد كم عام البعثة؟ بعد 19 عام، والصحابة يجاهدوا الليل والنهار لينالوا شرف التقوى، ولا يؤرقهم في حياتهم شيء كنيل هذا الشرف. الليل والنهار تعملوا هذا، ولو أمني في هذه لكانت كان الخير كله فيها. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف بعرفة في الحج يوم عرفة، فلما حانت ساعة النفرة نفر الناس ووقف وهو يبكي، يبكي بكاء مريض، ويقول عبارة عجيبة، يقول لو علمت وابن عمر الزاهد الورع الصوام القوام، يقول لو علمت أن ربي قبل من عمري كله سجدة واحدة ما كان غائبا أحب إلي الموت. لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وإنما الحصر، وكأن الله لا يتقبل عمل إلا المتقي. وهذا معنى خطير. الله إذن أعمالنا كلها ما لم نتق ضاعت. فهم ابن عمر هذا، وأن الله لو قبل منه سجدة واحدة لدخل بها في المتقين. عمل واحد يقبل، عمل واحد يقبل، هذا فهم ابن عمر. ثم تلا الآية لو علمت أن الله عز وجل قبل مني سجدة واحدة من عمري كله ما كان غائبا إليه أحب إليه من الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله المتقين. تخيل هذا الأمر الذي سعى له الصحابة سعيه ما نلوه إلا يوم يوم الحديبية. وفي هذا يقول تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الصحابة أنفسهم كانت هذه أمنية. سعد بن وقاص يقود الجيش ويتضرع لله اللهم ألزم قلوبنا التقوى. بها نواجه، بها نواجه، لأن المتقي يعامل معاملة غير الباقي، غير الباقي، حتى ندرك هذه الحقيقة. اللهم ألزم قلوبنا التقوى أمنية يتمناها سعد بن وقاص لكل جيشه، اللهم ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا حق بها ولها. سيدنا عمر يفطن لهذا المعنى، فيوصل جيش حين خروجه يقول عليكم بتقوى الله فبها ستغلبون.
فإن حرمتم التقوى وتساويتم عدوكم في العتاد والعدة في المعاصي فالغلبة الأكثر عتادا والعدة. مع المعاصي من يغلب؟ أصحاب العتاد السلاح والقوة. أما مع التقوى تتغير الموازين. لماذا؟ لأن الله وعد كل الخلق يرزقون بالسبب، وأهل التقوى يرزقوا بثلاثة أبواب: بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. وفي هذا يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. من فين؟ قال: من حيث نحتسب. ما نحتسب السبب وما لا نحتسبه غير السبب وضد السبب. إذن كل الخلق يرزقون بالسبب، أهل التقوى يرزقون بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. من يجاريهم؟ من يجاريهم؟ هذه معاني خطيرة جدا. شهر رمضان رب العباد جعل فيه منها كافية، جعله كاف مع هذه التدخلات الربانية ومع هذه المنح العالية، كاف أن يلزم به قلب المؤمن التقوى. لذا قال: لعلكم تتقون. أياما، مش سنين حتى تنال هذا الشرف، أياما معدودات، وسمها أيام ليصق، مع أنه نص بعد ذلك أنه شهر رمضان، لكن أراد أن يذكرنا بأن حتى الشهر مجرد أيام سريعة عارضة، ورمضان ضيف عزيز، ما لم تمسكه وانتفع به أفلت منك. وسندخل عرضة ستجد ليله تجري تركض ركض البريد تقرب كل بعيد. انتهى رمضان وجاء العيد. لذا قال: لعلكم تتقون، أيام معدودات. الأجل معنى في آخر آية الصيام، هذه في بداية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. في آخر آية الصيام قال: ولا تباشروهن أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك ختام الآيات: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لم يقل المؤمنين، ولم يقل لكم، مع الخطاب في البداية لمن؟ للمؤمنين. حار العلماء في الناس، لماذا قال للناس ولم يقل للمؤمنين؟ ها؟ اختلف على قوله أو على فهمين، فهم وكلاهما فهم صحيح. فريق قال: الناس هنا اللام فيها للعهد، أي المؤمنين الذين خطفوا فؤلاء، فسماهم ربهم على هذا القول وحدهم الناس، وكأن أهل الإيمان هم الناس وغيرهم ما أدركوا أن يكونوا ناس. وضح المعنى ده؟ وهذا معنى جليل ورد له شاهد في القرآن في حق سيد الناس صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضل. ما المقصود بالناس هنا؟ ها؟ اللام لعهد يقينا، يقينا، لأن القاعدة عندنا في اللغة العربية أن الأصل في اللام أنها للجنس، يعني تخاطب كل الجنس المذكور. يبقى الناس يبقى كل الناس، الإنسان يبقى كل إنسان، ده القاعدة. لكن إذا جاء قرينة تصرف المعنى عن هذا المعنى العام فيقال انتقلت اللام من الجنس العهد، من الجنس العهد. هنا الحاسدين من الناس، ما دام وجد استثناء يبقى الناس يقينا لا تعني عموم الناس، تعني المحسودين فقط. من المحسود هنا؟ من أتاه الله القرآن، شخص الرسول وحده. يبقى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل القرآن، فصار المحسود واحد وسماه ربنا الناس. يقول ابن القيم، وهذا يدلنا على معنى دقيق جدا، أن الله تعالى ارتضى الرسول وحده أن يكون بالناس جميعا، فهو يغني عن كل الناس ولا يغني عنه جميع الناس، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ندرك. فهل الناس هنا للعهد؟ المدقق القرينة بعيدة، اللي قالوا العهد وأن الله عز وجل أراد أن يبين أن أهل الإيمان هم وحدهم الناس وغيرهم ليسوا بناس، خاطب في البداية الذين آمنوا وختم في هنا في النهاية بلفظة الناس. لكن الحقيقة المتدبر في القرآن وسياقاته هتجد الذين آمنوا في أول آيات،
بينه وبين هذه الآية موضوعات خرجت عن خطاب الناس. فرب العباد بعد أن حدث يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام انتقل لموضوعات جديدة خالص لما قال وإذا سألك عبادي عني، فخرج عن خطاب موضوع جديد وقال أحل لكم للصيام وأعطى أحكام. لذا قال الجمهور الناس هنا على بابها على أصلها أنها تخص جميع الناس، تخص جميع الناس. طب ما ثمرة هذا؟ كأن الله يقول أن رمضان بتدخلات الله وما أعطاه من نعم ومن توفيق كاف أن يجعل أي إنسان ولو كافر ولو أكفر خلق الله لو استفاد برمضان لخرج من تقي. هذا معنى خطير، ونحن نقرأ آيات أنهم رأيهم الكراء. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الناس إيه والله الناس، وجاء بهذا اللفظ في هذا الموضع حتى نعلم منح الله علينا في رمضان إلى أي مدى بلغت. فإن كان أكفر خلق الله لو تاب في رمضان واستفاد رمضان لظفر ثمرة التقوى لنالها، فكيف لا نالها المؤمن؟ كيف يضيع هذا الفضل؟ كيف يحرم هذا الخير؟ إذا ندرك نحن أمام أخطر منحة منحناها في حياتنا لا مثيل له. لذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. وهنا إشكال آخر، ما معنى فهو لي؟ ولمن الصلاة؟ ولمن الزكاة؟ ولمن الحد؟ ولمن الحياة أصلا؟ ورب العباد أمرنا بجعل كل شيء في حياة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، أمرنا أن نجعل الحياة كلها لله. هنا معنى دقيق جدا. فهو لي، العلماء قالوا لابد من تقدير محذوف هنا، لابد من تقدير محذوف هنا. فهو لي استحالة يكون فقط الصيام لله وكل أعمالنا ليست لله. قالوا هنا يقدر محذوف أي فاجعلوه لي، يعني خلى عندكم دم. أنا أحدثت لكم تغيير كوني وفتحت لكم أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، ثم بعد هذا لا تنتفعوا بشيء من هذا؟ كارثة، كارثة وبلاء ألا نهيئ النفوس لأن تخرج من رمضان في قمة التقوى في قمة العمل لله. لذا قال فهو لي أي فاجعلوه لي، فاجعلوه لي. والنتيجة إن جعلتموه لي قال وأنا أجزي. لو جعلتم الصيام لي ورمضان لي أنا الذي ستولى الجزاء وأنا إيه أجزي به. هل سمى له جزاء؟ لم يسمى. أنا أجزي به. ذكر نوع الجزاء، قال الجنة، قال المأوى، قال النعيم، قال الخلد، أبدا. سكت عن الجزاء. لماذا سكت؟ لأن للجزاء في القرآن ثلاثة أحوال. إن كان للجزاء مثيل في الدنيا سماه باسمه، إن كان نفس النعيم موجود في الجنة سماه باسمه، إن كان النعيم اللي في الجنة يمكن أن تتخيله العقول سماه بوصفه، فإن كان النعيم والجزاء فوق الخيال والعقول سكت الله عنه. الوقت انتهى، نكتفي بهذا القدر في هذه العجالة السريعة، والحديث بقية في الخطبة الثانية. وتوب الله جميعا أيهم من لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته
والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، لما نستعرض القرآن ونصوصه في قضية الجزاء سنجهزه. إن كان الجزاء مما يعرفه الناس ذكر باسمه، لكن الاسم فقط. على سبيل المثال، نعرف أن من النعيم الذي نتنعم به الفاكهة. وصف الله أن في الجنة قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. كلنا نعرف النخل، كلنا نعرف الرمان. لكن في آية أخرى قال وأتوا به متشابها. يقول ابن عباس في تفسير الآية رضي الله عنه قال أتوا به متشابها، ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. يبقى اسم الرمان، لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ والنبي بين هذا في نص الحديث صلى الله عليه وسلم. كم وزن الرمان عندنا في الدنيا؟ الضخم نصف كيلو. كم وزن رمان الجنة؟ النبي وصفها قال الرمانة كقلال هجر، يعني وزنها 200 كيلو، خمس طن، خمس رمانات طن طن. هل هذه كهذه؟ كل سنة طيبين. اسم فقط. هل شجر الجنة كشجر الدنيا؟ شجرة الرمان في الدنيا كم طولها؟ كم ارتفاعها؟ 3 متر. شجر الجنة وصفه تعالى فقال ذواتا أفنان. الشجر عالي جدا، كم ارتفاعه؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاله ارتفاع الشجر في سماء الجنة 60 ميل، يعني 100 كيلو من هنا لبعد ترنت كمان 100 كيلو ارتفاع. كم سعتها؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. شجرة بهذا الارتفاع وبهذا الاتساع لا تقف وحدها، حولها شجر، كل أنواع الشجر. بل لما وصف جنة المقربين قال فيهما من كل فاكهة زوجان. كل الفواكه التي تخطر ببالك أو لا تخطر ببالك، رأيتها في بلدك ولم تراها عند غيرك، كله سيجمع لك في الجنة. مع ارتفاع الشجر واتساع أطرافه كل الفروع تداخلت في بعضها، حتى صار الجالس في الجنة في أي موضع جلس لو نظر أعداء أعلاه لوجد كل فروع الشجر وكل صنوف الثمر. هذا المشهد غير موجود في الدنيا، وهذا معنى ذوات أفنان. كل فسن قال ذوات أفنان مع شدة ارتفاعها واتساعها تداخلت أغصانها كلها في بعض. ها؟ والجالس يأتي بالثمر، هيجيبه ازاي؟ اللي على ارتفاع من 60 متر هيجيبه ازاي؟ بيّن تعالى هذه الحقيقة، بيّن وفرق بين من اتقى وسمى في رقيه وبين من ارتضى القليل من اتقى. طلع من رمضان بعد رمضان تهتاني. بيّن تعالى أنه لا دخول الجنة إلا بالتقوى، ما لم تتقي لجنة. فبين تعالى أن أهل الجنة قسمان، مقربين وأبرار، سابقين وأصحاب يمين. الأبرار هم أصحاب اليمين والمقربون هم السابقون. فبين من أول المحشر والمعاملة مختلفة، المقربين غير الأبرار. الأبرار يساقوا الجنة، داخل الجنة كل النعيم لهم يساق، سفر يساقوا إليه. لذا قال وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة الزمر، هم الذين يساقوا. وسيق الذين اتقوا ربهم، فالصفة الوحيدة اللي أهلتهم جنة التقوى. وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة الزمر. لما تكلم أبرار قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فريق يساق للنعيم وفريق يساق له النعيم، هل يستويان مثلا؟ حتى داخل الجنة أنا تتبعت هذا الأمر زهلت، كل ألوان النعيم على هذا النحو. الأبرار كيف وصلوا للثمار؟ قال تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. كل في السن قال رفرف خضر كرسي طائر، ما رأته عينه من الثمر وتلذذت به في لحظة، اللي بيحرك الكرسي هذا الشعور لذة العين.
أو شهوة النفس لم ترها عينه لكن اشتهت الثمرة الفلانية نفسه. الكرسي يطل به إلى الثمرة التي اشتهتها نفسه أو تلذذت بعينه. فأصبح التكنولوجيا الربانية اللي بتحركه لذة عينه واشتهاء نفسه. وكذلك المقررين الأبرار يطير إليها هو الذي يذهب من عين. طب المقربين قال وجن الجنتين داء ما اشتهتها نفسه أو رأتها عينه تلذذت بها الثمرة نفسها تخترق كل هالفروع وتنزل إليه. وجن الجنتين داء قلب جد. طب رمانة وانا في الهوى أو جاءتني في الأرض كيف أفتحها؟ لا لا أهل الجنة لا عمل لهم بل نعيم مقيم دائم. لذا قلت تعالى لا يمسهم فيها نصب. التعب لا يمسهم قط. الرمانة تأتي بحجمها الضخم ده وتفتح فمها أمام فمك تعطي قبلة بوسة فتسقط من خلالها كل ما تحتاج إليه. فإن كان النعيم ليس معروفا باسمه في الدنيا لكن معروف بوصفه يتخيل ذكر الله الوصف. كلنا نرى الأهرة في الدنيا ما الذي في الأنهار؟ ماء. هذا رأيتم شيء غير ماء؟ أبدا. لذا وصف الله لنا أنهار الجنة عن النهار فيها أنهار من ماء لكن ليس كمائنا. قال من ماء غير آسن كلمتين أضفهم بس. ماء الدنيا كله آسن. لو أخذت الماء بعيد عن مجرى النهر لابد أن يتعفن بعد أيام لما فيه من طحالب وحشرات وفيروسات بل هارسة وغريد. ماء الجنة لو أخذت من النهر مليون سنة بعيد عن النهر لا تغير لونه ولا طعمه رائحته. تنقي ربانية عالية جدا. هذا نوع من أنهار. قالوا أنهار أخرى من لبن. نتخيل نهر اللبن. اللبن عندنا في الدنيا عمره بعيد عن ضرع الدب 4 ساعات بعدها تجب. لكن نهر يجري للأبد من لبن. يقول تعالى إشارة كده بسيطة بس يقول لم يتغير طعمه. أول تغير يطرع اللبن في الطعم. جماعة الفلاحين اللي يعرف هذا يقول لك اللبن حدق التحديقة بداية التحول من لبن لرايب والجبن. يقول لك ما لم يتغير طعم على مدى الدهر إلى أبد الأبد. أيوة. وأنهار من خمر ليس كخمرنا تشم من رائحة البول بول الحمير وشكل بول الحمير حاجة جدا. لا خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل عسل أبيض. أيوة عسل نحل يجعل الأرض ده العسل يجمع تراب الدنيا وغبار الدنيا. كيف يجري النهر من عسل؟ لا لا وصفه الله بوصف ضخم جدا. قال من وانهار من عسل مصف يعني لن تطرأ عليه شائبة لا من الأرض ولا من الهواء. نهر يجري. أيوة نهر يجري لأن طينة الأرض في الجنة ليس الطين بل كما بين النبي زعفران. فنهر عسل يجري على الزعفران ده حبة زعفران قد كده بمبلغ خدر لكن أرضه كلها زعفران وعليه يجري العسل. وهواء الجنة ليس فيه ترابة واحدة ولا غبار واحدة من عسل مصف. نتخيل هذا. هذا ما تخيل. أما إذا كان النعيم فوق الخيال فيسكت الله عنه. لما وصف جلسة المقربين قال متكئين على فرش شكلها إيه؟ قال بطائنها من استبرق. الاستبرق حرير. الحرير نوعان سندس أرق أنواع الحرير صيفي خفيف. الاستبرق أمتن أنواع الحرير وأقواها الشتو كثيف المتين. فأرقى وأشد أنواع الحرير وضع في البطانة بتاع الجلسة. ما الذي على ظهرها؟ سكت الله عنه فلا نعرف أرق من الحرير. أرق ما نعرفه الحرير وضع في البطانة أسفل. ما الذي يعني الظهر؟ سكت الله عنه لأنه غير متخيل أصلا. وقس على هذا وهنا الصيام. قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي والذي جعله لي الجزاء. قال أنا أجزي به. إذن جزاء الصيام لا يملك تقدير عقل بشر
ولا تخيل البشري ولا حتى ملك مقرب، فلا يعلم جزاؤه إلا علام الغيوب. بل هذا المعنى وبهذا اللفظ ورد في حديث ضعيف، لكن ضعفه منجبر يستأنس به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فإذا بأحد المصلين خلفه يقول ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ من صلاته قال من قائل هذه المقالة؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد قلت اليوم مقالة عضلت بالملكين، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، تاهوا كم حسن يكتب لهذا، كم ينبغي لجلال وجه الله. لو كل الكتب التي معها سودوها كلها حسنات توفي المعنى؟ لا توفي. كم ينبغي لعظيم سلطان الله؟ تاهوا. فصعد الله سألانه، يا ربنا لقد قال عبدك اليوم مقالة لم ندري كيف نكتبه. فقال تعالى فماذا قال عبده أعلم ما قال؟ سؤال التقرير. قالوا يا ربنا، قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال اكتبوها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أليس هذا اللفظ هو الذي جاء في الصيام؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يعني الملائكة نفسها الكتبة لا تستطيع تقدير أجر الصيام إن أداه العبد لله، لا يمكن. هذه معاني خطيرة جدا. الذي يعرف هذه الحقائق كيف يضيع ثانية من رمضان، ثانية في غير طاعة. أنا أضمرت النية أن يكون حديثي عام، لكن اضطررت أقدم هذه المقدمة، كان بد يعني أشرح حقيقة، وهذا ما أضمرت النية عليه وأقدم أن أشرح كيف أكون عبد الله في رمضان، لكن نعوضها في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. كيف أكون عبد الرحمن؟ عندك صفات عباد الرحمن في القرآن جاءت نصا، مطلوب أن تعيشها في رمضان صفة صفة حتى يكون العمل لله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجهل قال سلاما، والذين يبتون رب سجد الخيم، مطلوب هذه الصفات صفة صفة نحييها في رمضان. أنا دللتكم على أول طريق، عضوا على هذا بالنواجس، ولا أملك الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ولذلك الصحابة إخواننا كان شهر رمضان بالنسبة لهم شهر العطاء بلا حدود. أعظم الجهاد كان في رمضان، أعظم الفتح كان في رمضان، غزوة بدر في رمضان، غزوة الفتح في رمضان، حطين في رمضان، فتح بيت المقدس في رمضان. وأرجو الله أن يكون في رمضان. أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العبادة فيه. آمين. اللهم بلغنا بفضلك رمضان. آمين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من دار المقبولين. اللهم ارزقنا بمنك وكرمك صيامه وقيامه إيمانا بك وحسابه. اللهم اجعلنا من الذين يبدون لك فيه سدة القيامة. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم ألزم قلوبنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات كلمة التقوى واجعلنا حقا لها. اللهم ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا حقا لها. اللهم ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا حقا بها وأهلها. اللهم لا تحرمنا صيام رمضان وقيامه. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر فيه إيمانا بك وحسابا. اللهم اجعله شهر النصر والتمكين لأمة المسلمين. اللهم اجعله شهر النصر والتمكين لأمة المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ إلى الخير بمواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك، انصر عبادك المجاهدين على الأرض الرباط. اللهم سدد رمية الرمين منهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ارمي برميهم، اللهم أنزل سكينتك عليهم. اللهم أيدهم إلى الحق بروح القدس من عندك، وأيدهم بجند ملائكتك، وأيدهم بجند من عندك، وأيدهم بنا يا رب العالمين. استخدمنا ولا تسددنا، اشرح صدورنا نصرتهم، يسر لنا السبيل نصرتهم، حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم. استخدمنا إلى الحق ولا
تستبدلنا، اجعلنا إلى الحق من جدك المخلصين ومن حزبك المفلحين. رب اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المشردين، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ظمأ فروهم، خائفين فأمنهم. اللهم أمنهم في سربهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم، احفظ عليهم حياتهم، احفظنا لهم من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنزل سكينتك عليهم، اللهم أنزل سكينتك عليهم، اربط على قلوبهم، اربط على قلوبهم، انظر إليهم نظرة لا يشقوا بعدها أبدا. اللهم ارض عنهم رضا لا تغضب عليهم بعده أبدا. استخدمهم يا رب في نصرة دينك، ارفع عنهم البلاء، ارفع عنهم العذاب، اكشف عنهم العذاب، لا تجعل للكافرين عليهم سبيل، لا تجعل للمجرمين ولا للخونة عليهم سلطان ولا سبيل، ولا علينا وعلى المسلمين. اللهم أذهب عنا عن أمة الإسلام ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله. اللهم أعد لأمة حبيبك محمد قوتها، قوتها إلى الحق وعزتها يا عزيز، وشوكتها وعافيتها وخلافتها الراشدة. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ولي أمرنا المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، لا تجعل للمفسدين ولا للخونة علينا سلطانا ولا سبيل، اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اغفر لنا في هذه الساعة ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، على نيتها وسرها. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا، اللهم ألهمنا المسلمين رشدنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عليك بكل من بغى علينا، عليك بكل من اغتدى علينا، عليك بكل من استباح بيضتنا أو انتهك حرماتنا أو أسال دماءنا، عليك بكل من بغى على المسلمين وكل من عاونهم وكل من شاعهم. اللهم اللهم أزل سلطانهم، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله اذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة. اللهم